اول منتخب معانا زي ما قلنا منتخب المغرب. يمكن ابرز انجازات منتخب المغرب في كاس الامم الافريقيه لقب وحيد عام 76، تاهلوا لكاس العالم 5 مرات، عندهم 17 مشاركه في كاس الامم الافريقيه، بيدربهم الثعلب الفرنسي هيرفي رينارد. يمكن هو هيرفي رينارد اخذ كاس الامم الافريقيه مرتين، اخذها مع كوت ديفوار 2015 وخدها مع زامبيا 2012. اول حاجه هنبص معانا على ارقام هيرفي رينارد مع منتخب المغرب، هنبص نلاقي ان هو طبعا عنده 50 سنه، لعب تحت قيادته 37 مباراه، كسب 20 مباراه، نسبه الفوز مع منتخب المغرب يعني هو قادهم في 37 مباراه كسب 20، نسبه الفوز 54% يعني اكتر من النص. اتعادلوا معاه 9 مباريات، خسروا 8، احرزوا 52 هدف بمعدل 1.4 يعني اكتر من هدف في المباراه الواحده، دخلت شباكهم 19 هدف في 37 مباراه، حافظوا على نظافه شباكهم كام؟ 21 مباراه. تخيلوا منتخب المغرب خرج بشباك نظيفه 21 مباراه من 37، يعني رقم كبير ان هو يحافظ على نظافه شباكه 21 مباراه، دليل ان الراجل ده بيمارس عنده حته التكتيك الدفاعي بشكل مميز جدا. ده يمكن ارقام هيرفي رينارد. هيرفي رينارد بيلعب ازاي مع منتخب المغرب؟ بيلعب بطريقه 4-2-3-1 دايما، بيستخدم اسلوب الضغط العالي، دايما بيحاول ان هو يفتك الكوره باقصى سرعه، يحاول ان هو يعمل ضغط عالي بالرباعي الامامي وبيبقى وراهم كمان مبارك بصوفه اللي هو الارتكاز المساند عشان يحاول يضغط بيه 6 لاعبين ويفتك الكرة بسرعة، وعندهم تحرك بدون كرة بشكل مميز جدا، تحول سريع من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية بشكل ممتاز جدا، مميزين قوي هم بالضغط العالي وسرعة افتكاك الكرة، عشان كده هم دايما بيلقبوا ان هم يعني مدرسة أوروبية أو مدرسة فرنسية في المغرب، بيلعبوا تيكي تاكا فعلا منتخب المغرب. يمكن تشكيلتهم المتوقعة هي 4-2-3-1، الحارس ياسين بونو بيلعب في جيرونا الأسباني، عنده 28 سنة. قلبين الدفاع اللي قدامنا على الشاشة رقم 5 مهدي بن عطية بيلعب في الدهيل القطري، رومان سايس بيلعب في ويلفرهامبتون، في مساك ثالث برضو ممكن يدخل مروان داكوستا مدافع اتحاد جدة، وده في حالة لو منتخب المغرب لعب بإيه؟ دايما منتخب المغرب هيرفي رينارد مثلا لما كان بيلعب في كأس العالم كان بيلعب بثلاثة ورا، بيلعب ب3-4-2-1، هو من المدرسة دي، لكن لما بيلعب هو فريق أقوى منه بيلعب بال4-2-3-1. يعني هو لو منتخب المغرب هيلعب منتخب زي منتخب ناميبيا هتلاقيه لاعب 4-2-3-1، لما يجي لاعب منتخب مصر مثلا او منتخب كوت ديفوار هتلاقيه بيلعب بثلاثة ورا ويدخل مروان داكوستا، ممكن برضو مروان داكوستا يدخل مكان سايس، لكن الاساسي هو مهدي بن عطيه لانه هو قائد الفريق واكثر اللاعبين مشاركه دوليه ب 55 مباراه دوليه. الباك اليمين مزراوي ده بيلعب في اياكس الهولندي، اشرف حكيمي وده واحد من نجوم منتخب المغرب بيلعب في بروسيا دورتموند الباك ليفت، الاثنين الارتكاز كريم الاحمدي ومبارك بصوفه، الاثنين دول منسجمين جدا حتى شفناهم في كاس العالم، كريم الاحمدي بيلعب في اتحاد جده ومبارك بصوفه بيلعب في الشباب السعودي، ممكن يدخل معاهم فيصل فجر مكان مبارك بصوفه بحيث ان هو كبر في السن بقى عنده 34 سنه فبيدخل فيصل فجر المحترف في فرنسا، شفناه برده في بعض المباريات الوديه. صانع الالعاب وهو يونس بالهنده، لاعب جلطه سراي او صانع العاب جلطه سراي التركي واللي عامل 9 اسيست الموسم ده في الدوري التركي، يونس بالهند رقم 10. نيجي للثلاثي الامامي الخطير الخطير حكيم زياش رقم 7 نجم اياكس الهولندي واللي وصل نص نهائي دوري ابطال اوروبا واللي هنتكلم عنه فقره لوحده. الجناح اليمين نور الدين مرابط، وده طبعا كلنا عارفينه بيلعب في النصر السعودي وكان قبل كده بيلعب في اسبانيا ولعب في انجلترا في واتفورد. المهاجم خالد بوطيب مهاجم نادي الزمالك، وفي يوسف النصيري لا مهاجم ليجانس الاسباني. ده يمكن تشكيلهم او التشكيل الاقرب لمنتخب المغرب. ايه هي نقاط قوتهم؟ يعني ايه هي نقاط قوتهم؟ زي ما قلنا هو الراجل بيعتمد على الضغط العالي. ابرز لاعبي منتخب المغرب او دي رقم 1 في نقاط القوه، ايه هم اللاعبين المميزين لي عند منتخب المغرب؟ رقم 1 حكيم زياش، قلنا عليه خطير خطير خطير، بيلعب في اياكس الهولندي، لعب 29 مشاركه في الدوري الهولندي واخذ لاعب العام في الدوري الهولندي. اخذ معاهم الدوري الهولندي، جاب كام جون؟ 16 هدف، كام اسيست؟ 17 اسيست، جاب كام جون في التصفيات مع منتخب المغرب؟ 3 اهداف، ودوت هداف منتخب المغرب في التصفيات. الثاني وهو الباك الشمال، الباك الشمال على فكره برضو حكيم زياش هو اغلى لاعب كقيمه تسويقيه، ثاني اغلى لاعب اشرف حكيمي اللي هو الباك ليفت بروسيا دورتموند، بيلعب في بروسيا دورتموند، عامل كام اسيست؟ 4 اسيست، مشارك في كام هدف في التصفيات مع منتخب المغرب؟ صنع هدفين وتسبب في ركلتين جزاء،
يعني متسبب في كام هدف؟ في 4 أهداف، مميز قوي بحتة التمرير الطولي. أشرف حكيمي، حكيم زياش وأشرف حكيمي اللي هما الاثنين اللي قدامنا على الشاشة بيلعبوا ناحية الشمال، إذن الجبهة اليسرى لمنتخب المغرب هي أخطر جبهة. مسجلين منها كام هدف؟ مسجلين منها 5 أهداف من 8 في التصفيات من الجبهة اليسرى. نور الدين مرابط، وده المكافح المقاتل، شفناه في كأس العالم كان جاله ارتجاج في نتيجة إصابة في المخ، ورغم كده قاتل ولعب بواقي على دماغه وبيلعب في النصر السعودي، لعيب تحب تتفرج عليه، مميز قوي هو بالدور الدفاعي وعنده روح وعنده عزيمة وإصرار. أي مدرب دايما بيحب يفضل لعيب أو نوعية اللعيبة اللي زي نور الدين مرابط. عمل كام أسيست؟ 10 أسيست في الدوري السعودي، لعب 26 مشاركة مع منتخب المغرب في التصفيات، أحرز هدف وصنع هدف. ده أبرز اللاعبين. هنتكلم بقى دلوقتي على المهاجمين. إيه المهاجمين؟ المهاجمين أو يعني تحديدا بقى حكيم زياش الأول قبل ما ندخل في المهاجمين. حكيم زياش زي ما قلنا واخد لاعب العام في هولندا، لعيب مميز قوي، لعيب مهاري، بيلعب جناح يمين وبيلعب جناح شمال الاثنين، يعني ناحية اليمين وناحية الشمال. ناحية اليمين بيلعبها مع أياكس الهولندي، شفناه في بعض اللقطات وشفناه برضو مع منتخب المغرب. يعني دي لقطة مثلا قدامنا، هو بيحضر الهجمة، هو اللي رايح على الجون، هو اللي بيسدد، بيعتمدوا عليه قدامنا على الشاشة، رقم 7 حكيم زياش، واحدة تلاقيه ومتخصص ضربات جزاء ومتخصص ضربات ثابتة، مرة تلاقيه ناحية اليمين ومرة تلاقيه ناحية الشمال. لكن هو على الورق لو نور الدين مرابط بدأ هتلاقي نور الدين مرابط ناحية اليمين، حكيم زياش بيبدأ ناحية الشمال. حكيم زياش لعيب مميز جدا، وهو أغلى لاعب في منتخب المغرب. على فكرة منتخب المغرب قيمته التسويقية كلهم على بعض 158 مليون يورو و150 ألف. رقم كام؟ رقم 5 في البطولة، 5 أغلى منتخب كقيمة تسويقية. اللي قدامنا على الشاشة اللي هو حكيم زياش اللي الكرة اهو بيسلم، طبعا هم يعني زي ما احنا شايفين دي التيكي تاكا بتاعتهم، ده هدف جابه تسديدة في منتخب الكاميرون، مميز قوي هو حتة التسديد. اللي قدامنا على الشاشة ده أغلى لاعب في منتخب المغرب، 36 مليون يورو حكيم زياش، مميز جدا. رقم 7 اللي هو الجناح، لعيب تحب تتفرج عليه، ويعني مرشح كمان ان هو ممكن يخش في افضل لاعب في افريقيا مع محمد صلاح ومع ساديو ماني ومع اونانا حارس الكاميرون. هم حاليا افضل 4 لعيبه في افريقيا، محمد صلاح، ساديو ماني، حكيم زياش، اونانا حارس منتخب الكاميرون. قدامنا على الشاشه زي ما احنا شايفين هم بيلعبوا تيكي تاكا، بيحضروا الهجمه من تحت بشكل مميز قوي، وعندهم تحرك بدون كوره، عندهم سرعه تحول من الدفاع للهجوم، والجبهه اليسرى الخطيره اللي فيها اشرف حكيمي، ادي حكيم زياش زي ما احنا شايفين. كل اللعب اللي قدامنا على الشاشه ده من حكيم زياش، مميز قوي هو بيعمل جبهه خطيره. اللعيب الثاني يمكن ده اول واحد معانا اللي هو مين؟ حكيم زياش. اللعيب الثاني اشرف حكيمي. اشرف حكيمي رغم ان هو باك ليفت، هو اكثر من مجرد باك ليفت، الكلمه اللي كان دايما كنا بنقولها على علي معلول، لا اشرف مع النادي الاهلي طبعا، اشرف حكيمي اكثر من مجرد ظهير ايسر، رغم ان هو بيلعب بقدمه اليمنى الا ان هو مميز قوي، عامل اسيستات محترمه جدا، مميز بحته التمرير الطولي مع منتخب المغرب. طبعا ده قدامنا مع مقدم موسم مميز جدا مع بروسيا دورتموند الالماني، واخد معهم كاس المانيا ووصيف الدوري الالماني، لعيب مميز قوي اشرف حكيمي، ومن اللعيبه اللي اعتقد ان هيكون لها دور، خاصه ان هو جوكر، يعني ظهير ايمن ماشي، ظهير ايسر ماشي، لعيب مميز زي ما احنا شايفينه على الشاشه هنا، ظهير ايمن قبل كده كان ظهير ايسر، هو مع منتخب المغرب بيستخدمه كظهير ايسر. لعيب تحب تتفرج عليه اشرف حكيمي، لاعب بروسيا دورتموند، لعيب عنده 20 سنه بس. ده تاني اللي قدامنا على الشاشه، تاني اغلى لاعب في منتخب المغرب. قلنا رقم 1 حكيم زياش بكام؟ ب 36 مليون يورو. رقم 2 اللي قدامنا على الشاشه اشرف حكيمي، قيمته التسويقيه كام؟ 30 مليون يورو، تاني اغلى لاعب في منتخب المغرب. مميز مميز جدا هو زي ما احنا شايفينه بالدور الدفاعي والدور الهجومي، وبيعمل تمريرات طوليه مميزه قوي، وبيكمل يعني بيجيب ضربات جزاء سواء بالتمرير الطولي او سواء هو نفسه اللي بيتسبب في ركلات الجزاء. على فكره متوسط اعمار منتخب المغرب 27.3، ما بين الصغير، يعني احنا شفنا متوسط الاعمار في المجموعات الثانيه كان 26 28، فمنتخب المغرب في الوسط 28.3. ده اشرف حكيمي مميز قوي بالدور الدفاعي زي ما احنا شفنا كده الراسيه اللي لعبها ديت، برضه اهو اشرف حكيمي مميز هو مع البروسيا دورتموند في الدوري الالماني. ده يمكن ابرز 2 لعيبه تحديدا في منتخب المغرب، غير نور الدين مرابط اللي اتكلمنا عنه وقلنا ان هو مقاتل. نتكلم بقى على المهاجمين دلوقتي. كان في بعض المشاكل اللي حصلت في الفترة الأخيرة لمنتخب المغرب مع رزاق حمد الله، هو مهاجم في الدوري السعودي متألق جايب أهداف كتير،
فكانت ارقامه قويه جدا على الاثنين المهاجمين التانيين. يعني لو شفنا الارقام بتاعت خالد بوطيب مهاجم نادي الزمالك او يوسف النصيري مهاجم ليجانس الاسباني، هنبص نلاقي كمان ان الارقام حتى لا يوسف النصيري ارقامه اعلى طبعا من خالد بوطيب. لو بصينا عملنا كده مقارنه ما بين ارقام المهاجم ده وارقام المهاجم ده، هنلاقي طبعا ان رزاق حمد الله ارقامه في الدوري السعودي واحد من افضل المهاجمين حاليا في الوطن العربي مع بغداد بنجاح، فكان استبعاده برضه لغز، يعني استبعاده كان لغز. وحصل بعض الاخبار في الفتره الاخيره ان في يعني في انقسام في منتخب المغرب، خاصه اكدها استبعاد عبد الرزاق حمد الله. هنشوف دلوقتي بقى يعني ازاي هم سجلوا الاهداف، ازاي منتخب المغرب بيسجل الاهداف مع هيرفي رينارد، ده نقطه مهمه جدا. اول حاجه التمريرات الطوليه من خلال اشرف حكيمي، يمكن هم سجلوا كام هدف؟ سجلوا 8 اهداف اهي قدامنا على الشاشه. ازاي احرز منتخب المغرب 8 اهداف؟ هنبص نلاقي ان هم جايبين 3 اهداف تمريرات طوليه من اشرف حكيمي اللي هو الباك ليفت، تمام؟ 3 اهداف بنسبه كام؟ 37.5%. قلنا ان اشرف حكيمي مش مجرد باك شمال بس، لا ده لعيب هيرفي رينارد بيحاول ان هو يحضر عليه الهجمه من تحت ويحاول ان هو يديك كمان ايه؟ تمرير طولي. تاني حاجه التسديدات من خلال حكيم زياش 2، قلنا حكيم زياش واتكلمنا عليه وعرضنا له بعض اللقطات. ضربه الجزاء 1، كره عرضيه من الجبهه اليسرى من دور ان نور الدين مرابط، قلنا برده ان هو واحد من افضل اللاعبين في المنتخب المغربي. نركز بقى في اخر نقطه، ضغط عالي على حارس الايه المرمى، زي ما قلنا ان دايما هيرفي رينارد بيستخدم اسلوب الضغط العالي. مين هداف منتخب المغرب في التصفيات؟ حكيم زياش. مين الاكثر اسيست؟ اشرف حكيمي. عامل كام اسيست؟ عامل 2 اسيست. نبص بقى على اللقطات، ازاي هم ايه التمريرات الطوليه دي، ناكد الكلام ازاي هم بيجيبوا. ادي اللي حضراتكم اللي عليه الدايره، اللي عليه الدايره دوت هو اشرف حكيمي اللي هو عليه الدايره دي. بص اشرف حكيمي عامل تمرير طولي اهو، ليه؟ ادي الضوء الاحمر اهو، اشرف حكيمي عامل التمرير الطولي لمين؟ للرقم المهاجم ده اللي هو يوسف النصيري، زي ما احنا شايفين يوسف النصيري اللي هو عليه الدايره ده، وده اشرف حكيمي اللي عامل تمرير طولي، ده كان هدف في التصفيات بياكد خطوره. ادي اشرف حكيمي دايما بيدخل للعمق، ليه؟ يدخل للعمق لان هو مش لاعب بيلعب بقدمه الشمال، ده بيلعب بقدمه اليمين، فتحس ان هو دايما بيدخل للعمق. دي ميزته، بيدخل للعمق ويديك تمرير طولي اهو، لمين؟ ليوسف النصيري، اللي كان قاطع يوسف النصيري اللي هو قاطع المهاجم، لكن اللي لاعب ده اللي هو اشرف حكيمي، اللي هو لاعب قلنا ان تمرير طولي من اشرف حكيمي. نبص على الصوره اللي بعدها ناكد الكلام تاني برضو، هنبص نلاقي ادي اشرف حكيمي اللي عليه الايه؟ الدايره. بص اهو اشرف حكيمي اللي عليه ايه؟ الدايره. مين اللي جاي دوت؟ ده اللي هو الجناح الشمال، هيلعب له يوسف اشرف حكيمي هيلعب له التمرير الطولي بنفس الشكل ده اهو، نفس الشكل هيلعب له تمرير طولي، هيجي الراجل ده او اللاعب ده اللي هو الجناح يجي يستلم جوه منطقه الجزاء ويجي معاه باسوجوج اللي هو جناح الكاميرون يرتكب ضربه جزاء. اذا التمريره جايه منين من الاول؟ جايه من خلال اشرف حكيمي، اشرف حكيمي اللي هو عليه الدايره ده. فاحنا قلنا ان هو مميز بحته الايه؟ التمرير الطولي، وقلنا ان هو ثاني اخطر لاعب وثاني اعلى قيمه تسويقيه في المنتخب المغرب بعد حكيم زياش. ده يمكن ازاي هم بيسجلوا الاهداف او نقاط قوه منتخب المغرب. قلنا ان هم عندهم تمريرات طوليه مميزه قوي، عندهم تسديدات من حكيم زياش، عندهم لعيب مقاتل ومكافح زي نور الدين مرابط، تمريرات الطوليه اللي بيعتمدوا عليها زي قلنا مين اللي هو الباك ليفت اشرف حكيمي. تعال بقى نشوف توقيت تسجيل اهداف منتخب المغرب. هنبص على الرسم البياني هنلاقي ان هم مسجلين في الشوط الثاني 6 اهداف، اللي هو الثلاث حاجات اللي على الجنب دول 6 اهداف، في الشوط الثاني من 8 بنسبة كام؟ يعني 6 أهداف، يعني 6 أهداف من 8، 25 و25 و25، 75% من الأهداف في الشوط الثاني. ده يأكد لك إيه؟ إن هم معاهم مدرب ثعلب زي هيرفي رينارد، بيجيد التغييرات وبيجيد القراءة للمباريات وبيجيد إن هو يقرأ الملعب بشكل صح جدا ويجيد التغييرات. ده يمكن توقيت التسجيل. طيب نقاط ضعف منتخب المغرب إيه بقى؟ هنبص نلاقي إن هم استقبلوا الأهداف. منتخب المغرب عندهم نقطة ضعف في الكرات العرضية. ازاي هم استقبلوا الاهداف؟ هنبص عليها. ازاي منتخب المغرب استقبل الاهداف؟ عندهم ضعف في اهي الكرات العرضيه من الجبهتين، استقبلوا منها هدفين من 3، وتمرير طولي بين قلبي الدفاع 1. ديت يمكن نقاط ضعف منتخب المغرب. في حاجه مهمه قوي اللي هي الرسم البياني، توقيت استقبال اهداف منتخب المغرب، ونركز معاها عشان هقول لكم على نقطه مهمه جدا يمكن مش كتير ممكن ياخد باله منها. نبص على توقيت استقبال منتخب المغرب للاهداف في التصفيات، تمام؟ اول يعني بص، اول ربع ساعه هدف، اخر ربع ساعه هدف من الثلاث اهداف، واول نص ساعه من الشوط الاول هدفين. يعني ايه؟ يعني بيستقبلوا اهداف اكتر فين؟ في اول ربع ساعه واخر ربع ساعه.
طب هنا السؤال، حد فاكر مباريات منتخب المغرب في كاس العالم؟ كان اول مباراه مع مين؟ مع منتخب ايران، استقبلوا هدف امتى؟ في الدقيقه 94. طيب تاني بين ايران صديقه، تاني مباراه كانت مع مين لو نفتكر؟ تاني مباراه كانت مع البرتغال، كريستيانو كان جاب جون في الدقيقه 4 يعني في اول المباراه. تالت مباراه كانت مع مين؟ مع منتخب اسبانيا، ساعتها منتخب اسبانيا تعادل مع منتخب المغرب في الدقيقه 90 او 91. اذا منتخب المغرب بيستقبل اكتر في اول المباراه واول ربع ساعه من المباراه واخر ربع ساعه من المباراه، وبرضه في التصفيات يعني اللي حصل في كاس العالم حصل في التصفيات. اذا منتخب المغرب عنده نقطه ضعف في التركيز في اول ربع ساعه وفي اخر ربع ساعه. يمكن معانا مداخله دلوقتي عشان نتكلم على قصه يقول لنا التفاصيل اكتر صحفي بإذاعة المغرب الوطنيه استاذ عبد الواحد رشيد، بنرحب بيك.